اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين للاطلاع على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023. هذا ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رغبته لإجراء تفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد زيلنسكي أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب الراهنة، مضيفا أنه في حال فشلت محاولات التفاوض مع موسكو فهذا يعني أن حربا عالمية ثالثة قد بدأت. أعلن وزير الدفاع سلوفاكيا انتقال أولى وحدات حلف الناتو متعددة الجنسيات والمزودة بمنظومات الدفاع الجوي باتريوت إلى بلاده، وستكون هذه القوات ضمن 2100 جندي من حلف الأطلسي بينهم جنود أمريكيون، سيشكلون مجموعة قتالية على الأراضي السلوفاكية، حيث يعزز الحلف دفاعاته في جناحه الشرقي عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الصين إلى الامتناع عن دعم روسيا في عملياتها العسكرية الحالية في أوكرانيا، وقال جونسون إن دعم بكين لموسكو في الأزمة الراهنة سيكون بمثابة الوقوف إلى الجانب الخاطئ بين الحرب العالمية الثانية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة مقتل أكثر من 900 مدني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى فرار 10 ملايين شخص من منازلهم، ورجحت المنظمة الأممية أن الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من الرقم المعلن، خاصة وأنها لم تتمكن من تلقي تقارير أعداد الإصابات والقتلى من عدة مدن تضررت بشدة بما في ذلك ماريوبول. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على تشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، وأوضح القادمي أن القوى السياسية مطلوب منها بعد 6 أشهر من الانتخابات أن تعمل على تشكيل حكومة تضلع بمسؤولياتها وأن تتجنب كل السيناريوهات التي أدت إلى حالة الركود السياسي في السابق.